طيب أسألك سؤال يا يونس، في رأيك أي مباراة ستكون أصعب على الوداد؟ هل مباراة صن داونز أم مباراة النادي الأهلي؟ سؤال يعني سؤال يعني صعب صعب، لكن خلينا نكون معك واقعي. يعني اليوم أعتبر أن الوداد تأهل بخبرة لاعبيه، بخبرة أيمن الحسوني في دخوله في 10 دقائق الأخيرة، كيف أنه يعني احتفظ بالكرة وامتص ضغط لاعبي فريق ماميلودي صن داونز، بخبرة يحيى جبران بالتمريرة الحاسمة في اتجاه أيوب العملود الذي يسجل ثاني أهدافه في شباك ماميلودي صن داونز. خليني نتكلم لك على يحيى عطية الله، لاعبين يعني بخبرة كبيرة. نفس الشيء بالنسبة لفريق الأهلي المصري، الخبرة موجودة بشكل كبير. محمد الشناوي الخبرة ما شاء الله، نتمنى له الشفاء العاجل. ايضا في خط الدفاع اللائحه طويله، في خط الهجوم نيانغ في ميليو التيران في وسط الميدان، في خط الهجوم افشا ولمساته المتميزه، كهرباء يعني في اي لحظه من اللحظات ممكن انه يصنع الفارق. يعني مقابله يعني واقعيا الفريقين يستحقان بخبرتهما ان يكونا في النهائي. صحيح انه ماميلودي صن داونز كان ابرز المرشحين، لكن عنصر الخبره كابتن هو مهم دائما في المسابقات من هذا الحجم. افهم من كده اني مواجهه تبقى اصعب للوداد، صن داونز ولا الاهلي؟ يعني لازم يعني تتفرج. انا سبتك انا الوداد امام فريق الاهلي المصريه اصعب مقابله هذا الموسم. اصعب مواجهه هذا الموسم. اصعب مواجهه هذا الموسم لو النهائي وامام فريق الاهلي المصري، هذا شيء يعني بكل موضوعيه اعتبرها كابتن بين مقابله الاهلي والوداد من اصعب المباريات على الوداد وعلى الاهلي ايضا. صحيح. الزميل العزيز يونس جوده الاعلامي المغربي المرافق لبعثه الوداد في جنوب افريقيا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.